امبارح خلصنا السلاب بريدج، دلوقتي عايزين نبدأ حاجة اسمها الجردر بريدج. الجردر بريدج ده أول حاجة عايزين نشوفه إيه هي مكونات الكوبري بتاعي. مكونات الكوبري أول حاجة عندي هي البيلي ركايز الكوبري بعتكز عليه بعد. تاني حاجة عندي هي المين جردر الكاميرا الرئيسية اللي بتنقل الحمل للبيلي بتاعي. بعد كده عندي كاميرات عمودية عليها اللي هي الكروس جردر. الكروس جردر بنقسم نوعين، أول نوع اسمه حاجة اسمها إند كروس جردر. طيب إيه الفرق بين الإند كروس جردر والكروس جردر العادية؟ الكروس جردر العادية عشان التنفيذ بيرفع مسافة حوالي 15 سنتي. المسافة 15 سنتي ده عشان في التنفيذ يعرف ينفذ الكاميرا العمودية عليه. طيب الإند كروس جردر ليه بيخليها بنفس الدبس بتاع المين جردر؟ قال لي عشان الجزء ده بيبقى هنا فيه عمود أو فيه أي بيلينج ففيه ارتكاز، فالبيلينج عالي جدا، فبالتالي بيخلي الكروس جردر بنفس الدبس عشان يقلل يزود المساحة اللي بيحصل عليها ارتكاز وما يحصلش فيلير في المكان ده. اما المكان ده ما عنديش مشكله لان ما عنديش ركايز هنا، هنا عندي ركايز فالحمل هنا كبير جدا فلازم ازود المساحه بتاعت البيلينج بتاعته. طيب يبقى عشان كده الاند كروس جردر لازم ان انا اخليها بنفس الدبس بتاع المين جردر، اما المتوسطه ماليش دعوه بيها عادي بطلع 15 سم وارسمها عادي جدا. طيب ده بالنسبه للشكل بتاعي، اما دي اللي هي البلاطه السلام بتاعتي، دي البلاطه بتاعتي تمام. طيب بالنسبه للبلان ده الانتيريور سيكشن، بالنسبه للبلان البلان واضح عليه ايه؟ واضح عليه ان انا عندي المان جردر بتتاثر على مسافه اسمها ايه؟ سنتر كوسنتر، والمسافه ايه دي بتتراوح حوالي من 1.5 ل 4 متر، يبقى انا المسافه ايه جبت في الامتحان بتتراوح من 1.5 ل 4 متر. طيب كلام جميل. تاني حاجة عندي المسافة من الكروس جردر والكروس جردر، المسافة من الكروس جردر والكروس جردر بنسميها بي، بي دي بتتراوح من 4 ل 6 متر، معنى كده إن أنا طول عمري إن المسافة بي هي أكبر من المسافة إيه، يبقى أنا البلاطة بتاعتي الشورت دايركشن بتاعي هي إيه، أما اللونج دايركشن فهي بي، تمام؟ طيب، جينا بعد كده قلنا إن أنا عندي سايد ووك وسايد ووك، أيا كان الكوبري بتاعي مكون من 3 من جردر، 4 من جردر، أيا كان الشكل بتاعي. طيب تعالى نشوف السكاشن دي ازاي. انا دلوقتي اتجاه الحركه بتاعي عامل كده، ده اتجاه الحركه العربيات وهي ماشيه، العربيه بتبقى ماشيه في الاتجاه ده رايح في الاتجاه ده او جايه في الاتجاه ده، يبقى ده اتجاه الحركه بتاعي. طيب اتجاه الحركه بتاعي مهم جدا، لازم اعرف حاجتين. اول حاجه ان اتجاه الحركه موازي للمسافه بيه، وهنقول ايه دلوقتي؟ بنقول الكلام ده اما اتجاه الحركه هو عمودي على المسافه ايه، يعني معنى كده اتجاه الحركه موازي لتقسيط الكروس جردر، وعمودي على الحركه اللي هو موازي لتقسيط المان جردر او عمودي على تقسيط المان جردر. طيب هيفيدنا ده احنا بنصممه البلاط. طيب لو عايزين نشوفوا الكروس سيكشن ده انا خدته ازاي، انا جيت هنا قطعت هنا عند الركيزه في الجزء ده كله، فجيت هنا انا قطعت في الجزء ده، لقيت قطعنا تحت شويه عشان شفنا الكروس جردر ستريت، فبدات ان انا اشوف اول حاجه ادي اول المين جردر كلها بالدبس بتاعها، بعد كده شفت تقسيط الكروس جردر بتاعي اللي هي على المسافه بي، يبقى انا في اللونجيتيودنال سيكشن هشوف المسافه بي مش هشوف ايه، انا اخد قطاع كده مش هشوف المسافه ايه خالص. طيب تعالى ناخد الكروس سيكشن عمودي عليه اللي هو الكروس سيكشن ده وبنبصه كده هشوف ايه؟ هشوف هنا اول حاجه السايبوك، بعد كده قاطع في المان جردر هشوف الكروس سيكشن بتاعها، قاطع في ثاني مان جردر نفس الكلام، ثالث مان جردر نفس الكلام، شايف الكروس جردر اللي هي في المتوسط في الوسط بتاعتي شايفها ان هي بترتفع مسافه 15 زي ما احنا قلنا فوق، تمام؟ يبقى ده القطاع بتاعي. طب ايه الموازي للقطاع؟ قال لك الموازي للقطاع خلي بالك هي المسافه ايه وليس بي. يبقى المسافه ايه؟ هي المسافه من المين جردر اللي انا هشوفها، اما المسافه بي هي المسافه من الكروس جردر اللي انا قاطع في اللونجيتيودنال سيكشن. يبقى عرفنا اهم حاجه لازم نفرق بين الثلاث قطاعات دول. طيب الثلاث قطاعات دول في الامتحان لازم ارسمهم عشان افرق عليهم الحديد. يبقى لازم اول حاجه ارسمها الثلاث قطاعات دول واعرف ايه هي المسافات من المان جردر وايه المسافات من الكروس جردر عشان اقدر ارسم الكلام ده. لو رسمت البلان وخدت سكاشن على البلان هتوضح معاك الامور افضل من كده بكتير. طيب دلوقتي احنا عايزين ايه؟ اول حاجه عايزين الكوبري جردر بريدج ده مكون من ايه؟ مكون زي ما احنا قلنا ان اول حاجه عندي المان جردر محتاجين نصمموها، تاني حاجه عندي العموديه عليها الكروس جردر برضه محتاجين نصمموها، ثالث حاجة اللي هي البلاطة برضه محتاجة تتصمم، يبقى أنا الجردر بيتش مكون من ثلاث حاجات، مكون من بلاطة، كروس جردر، والمين جردر بتاعتي، الثلاثة بإذن الله هنصممهم. طيب، النهاردة عايزين ناخد إيه؟ عايزين ناخد تصميم السلابة بتاعتي، عايز آخد البلاطة دي أصممها. طيب، حد هيقول لي وإحنا كنا بنصمم بلاطة كنت بقول لك إن البلاطة دي مستمرة من طرف والطرف الثاني مش مستمر. ليه الكلام ده؟ لأن إحنا الأول كنت بقول لك إن أنا البلاطة بتاعتي في البلاطة العادية في المنازل كنت بقول لك إن أنا عندي
هنا دي كاميرا، كاميرا صغيره ارتفاعها 60 سنتي. ال 60 سنتي بالنسبه للبلاطه بنسبه 120 مثلا سنتي، لو البلاطه بتاعتي 120 اقول لك ان نسبه المساحه دي او نسبه الدبس ده، الدبس ده صغير، الدبس ده مش قادر يعمل له فيكسيشن اللي هو يمنعه من الدوران. فعشان كده كنت بقول لك لو البلاطه دي، البلاطه دي طرفيه يعني مفيش حاجه مستمره هنا عندي، كنت بقول لك لا ده مش فيكسيشن، دي هنج، الوصله دي هنج. لو البلاطه حبت تدور الكاميرا مش تمنعها. اما هنا عندي في الكوبري الموضوع بيختلف، بيختلف ازاي؟ هنا في الكوبري انا عندي بالنسبه للكروس جيردر دي لما احنا نيجي نصنعها هنلاقي الدبس بتاعها بيوصل ل 2 متر 3 متر. يعني حاجه 3 متر، بالنسبه للبلاطه دبسها هيوصل ل 200 ملي، فحاجه كبيره جدا ماسكه حاجه صغيره، هل دي هتعمل لها فيكسيشن ولا لا؟ هتعمل لها فيكسيشن. يبقى هنا انا ما يهمنيش اخد البلاطه الطرفيه ولا البلاطه الوسطيه ولا اي بلاطه في الكوبري، اي بلاطه نفس التصميم. ليه؟ لان الكروس جيردر عامله لجميع البلاطات سواء كانت هي في الطرف او سواء كانت داخليه عاملها فيكسيشن، لان مقارنه الدبس بتاعها بالدبس بتاع البلاطه كبير جدا عندي. فلازم الخطوه دي نعرفها. هاخد اي بلاطه من دول كلهم نفس الابعاد، كلهم هي بي في ايه؟ كل البلاطات نفس الابعاد. طيب تعال ناخد اي بلاطه. انا هاخد البلاطه دي كده نزوم عليها شويه. البلاطه دي هنلاقوا ان احنا عندنا لو قطعنا ادي من جردر وادي من جردر الناحيه الثانيه، وادي المسافه سنتر تو سنتر اسمها ايه؟ تمام؟ طيب بعد كده عندي ايه؟ بعد كده عندي جاي هنا عمودي عليها وعمودي عليها كروس جردر، جاي عمودي عليها كروس جردر وجاي عمودي عليها كروس جردر. خلاص يبقى انا عرفت ان ابعاد البلاطه بتاعتي هي بي في الايه؟ طيب الكلام ده مين؟ جينا بعد كده عايزين نعملوا ايه؟ عايزين هنا اقول لك ان احنا قلنا خلاص نتيجه ان دي الدبس بتاعها اكبر من دي بكتير ودي الدبس بتاعها اكبر من دي بكتير، فالبلاطه تكسب من جميع الاتجاهات. خلاص قلنا مش هنرسمه كل الكلام ده، احنا عرفنا خلاص فين A وفين B، وعرفنا كمان من هنا ان اتجاه الحركه هو الموازي لاتجاه B، يعني معنى كده العربيات بتاعتي ماشيه في الاتجاه ده اللي هو الموازي ل B، اما العمودي على A العربيات مش ماشيه ليه؟ ماشيه موازي ل B. طيب هنمسح الكلام ده كله، هقول لك هننسخوها ببلاطه عاديه جدا، البلاطه دي فيكسيشن من جميع الاتجاهات. يبقى اول حاجه تمثيل البلاطه بتاعي هيكون فيكسيشن من جميع الاتجاهات، دي فيكسيشن، محدش يقول لي دي بلاطه طرفيه، لا لان الدبس بتاع الكروس جيردر كبير جدا فلازم هيعمل لها فيكسيشن، مش هيخليها مش هيسمح لها بالدوران. طيب كلام جميل. يبقى انا عندي بلاطه ابعادها بي في الايه؟ انا عايز اصمم البلاطه. تصميم البلاطه عادي جدا زي ما احنا كنا بناخده، اول حاجه بنحسبه نسبه الاستدارة. حد عايز الكلام ده؟ طيب يبقى أول حاجة البلاطة بتاعتي فيكسد من جميع الاتجاهات، البعد ده اسمه إيه؟ بنتكلم بقى موازي للحركة ولا عمودي على الحركة؟ الموازي للحركة اسمه بي والعمودي على الحركة اسمه إيه؟ تمام. أنا عايز أصمم بلاطة. أي بلاطة في الدنيا كنا إحنا بنصممها بلاطة عادية جدا في التصميم، كنا بنقول أول حاجة بحسب نسبة الإثقال بتاعت البلاطة اللي هي R. طيب بحسب R دي إزاي؟ كنت بقول لك الطول الكبير على الطول الصغير في المعامل اسمه ام بي، في معامل تاني اسمه ام اي. طيب كلام جميل. الام بي والام اي الناس ممكن تقول لي ان ده هيروح مع ده لان ان الاثنين مستمرين الاثنين، فسواء ده كانت مستمره او دي كانت الثانيه نفس الحاله مش هتختلف، فده ممكن يروح مع ده. بس في مساله الدكتور لعب فيها اللي هو جاب له بدل ما جاب له الكوبري بتاعي، لا جت اللي هي عباره عن البلاعه في الشارع، البلاعه دي من جهتين هنجد ومن الجهتين التانيين فيكسد، فاصبح لازم نعرف المعاملات دي عشان نعرف نعوض في المساله. طيب المعاملات دي بكام؟ المعاملات دي بواحد لو كانت هنجد، ب 87 لو كانت من جهه ومن جهه، يعني مستمره من طرف وطرف لا زي كده، ولو كانت هنجد زي كده فبواحد. طيب وب 76 لو كانت مستمره من جهتين بالشكل ده كده. يبقى انا البلاطه بتاعتي لو كانت مستمره من الجهتين يعني فيكسيشن من الجهتين زي حالتنا ب 96%، لو كانت مستمره من طرف واحد ب 87، لو كانت سمبل سمبل فدي بتبقى واحد. الام بي نفس الكلام نفس الارقام بالظبط. طيب لو المساله بتاعتي في اتجاه ايه زي اتجاه بي، ده راح مع ده مش لازمني خالص ولا لازمني اعرف المعاملات دي. لو جاب لي الدكتور مساله كوبري عادي المعاملات دي مش محتاج اعرفها لان اللي فوق هيروح مع اللي تحت. طيب انا دلوقتي حددت نسبه ار دي بكام؟
الار دي عندي نوعين منها. ايه هي؟ قلنا احنا النظارات العاديه نتيجه ان الواي فون صغير كنا بنقول مش مهم الار دي تطلع زي ما تطلع. بس كنت بقارنها بالنسبه للديد لود برقم اسمه 2 واللايف لود برقم نفس رقم 2. ليه؟ لان في البيوت عندنا كانت الاحمال صغيره جدا، تاثير اللايف لود بالنسبه للديد لود مش عالي قوي. اما هنا في الكوبري عندي انا عندي تاثير اللايف لود بالنسبه للديد لود كبير جدا. طيب يعني الار دي هتختلف؟ اه. الار دي ليها حاجتين. اول حاجه لو انا بتكلم كديد لود يبقى انا هقرر ان الار دي لو هي اكبر من او يساوي 2 من اللي احنا عارفينه عادي جدا، يبقى البلاطه دي هقول لك دي بلاطه 1 واي سلاب. طيب كلام جميل. اما لو البلاطه دي كانت اقل من 2 فنوع البلاطه هي 2 واي سلاب. يبقى انا بالنسبه للديد لود زي البلاطه العاديه بتاعتنا اللي احنا كنا مصممها زمان. طب ايه اللي اختلف بقى؟ قال لك لا، في حاجه اسمها بالنسبه لللايف لود، لان تاثير اللايف لود على الكباري كبير جدا فمش هينفع اقارنه بنفس الفلود ده. عايز اسال سؤال الاول، هي البلاطه امن لو كانت 1 واي ولا لو كانت 2 واي؟ يعني فرض تاني، لو انا بصمم بلاطه 1 واي سلاب هيطلع لي سمكها اكبر ولا سمكها اقل لو انا بصممها 2 واي سلاب؟ 2 واي سلاب اقل. يعني 1 واي سلاب هي السيف اكتر، هي المؤثره عندي. فعشان كده الكود قال لك لا مش هتقارن بالاثنين، انا عايز هنا اللايف لود خايف على البلاطه، فعايز اعمل بلاطه لمساحه كبير عشان تستحمل احمال اللايف لود والامباكت اللي على الطريق بتاعي. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك بدل اثنين لا انا خايف على البلاطه هقلله شويه. اقول لك لو الار اكبر من او يساوي 1.5 البلاطه دي تتحول على طول 1 واي سلاب عشان اكبر السمك بتاعها. طب البلاطه دي لو كانت اقل من 1.5 البلاطه دي هي 2 واي سلاب. تاني الكلام ده؟ يبقى احنا قلنا الار اول حاجه تصميم البلاطه هنحدد الار، الار دي لو كانت ديد لود يبقى اكبر من او يساوي 2 1 واي سلاب، اقل من 2 2 واي سلاب. لو اللايف لود اكبر من او يساوي 1.5 1 واي سلاب، اقل من 1.5 يبقى دي 2 واي سلاب. الكلام ده مفهوم؟ طيب بعد كده عايزين نعمل ايه؟ انا دلوقتي حددت البلاطه، طب تعالى ناخده كام رقم كده للار نشوف هنعرفه نحددهم واحد ولا لا. اول حاجه لو الار بتاعتي دي بعد ما حسبنا طلعت 2 البلاطه دي مالها؟ لازم اعمل كده جنبها، لازم اقول لك البلاطه دي عشان تبقى عارف بالنسبه للديد لود هي ايه وبالنسبه لللايف لود هي ايه. طيب هي اكبر من 2 يعني اكبر 1 واي في الديد، واكبر من 1.5 1 واي سلاب في اللايف لود. يبقى معنى كده ان البلاطه لو هي طلعت لي اكبر من 2 انا عارف ان هي 1 واي سلاب بالنسبه للديد لود واللايف لود. طيب حل تاني، لو الار طلعت لي ب 1.75 ايه المشكله هنا؟ المشكله هنا الار 1.75. طيب بالنسبه للديد لود هي اقل من 2 يبقى دي بالنسبه للديد لود هي 2 واي سلاب. طيب بالنسبه لللايف لود، بالنسبه لللايف لود مالها البلاطه دي؟ هي 1 واي سلاب. يعني البلاطه اختلفت؟ البلاطه اختلفت. يبقى البلاطه عادي جدا لما تختلف تكون 1 واي او 2 واي حسب ديد لود واللايف لود عندي. طيب لو الار هنا طلعت لي مثلا 1.4 مالها؟ اقل من 1.5 خلاص يبقى 2 واي سلاب بالنسبه للديد و2 واي سلاب بالنسبه لللايف. يبقى ناخد حاجه كده، لو الار من 2 وطالع هي 1 واي بالنسبه للاثنين، من 1.5 او اقل من 1.5 بشويه ونازل يبقى 2 واي سلاب بالنسبه للاثنين. لو ما بين الاثنين وبين ال 1.5 1.75 لا ده هتطلع البلاطه مختلفه بالنسبه للديد هتكون 2 واي سلاب، بالنسبه لللايف هيكون 1 واي سلاب. في مشكله في تحديد البلاطه؟ سريعه ولا بطئ شويه؟ كويس كده؟ طيب يبقى كده بالنسبه للار حددناها خلاص، وحددنا اول حاجه اهم حاجه في المساله الار. طيب تاني حاجه في التحديد ان انا بقول لك لازم نحدده نوع البلاطه دي ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا حددت البلاطه خلاص 1 واي و2 واي. طيب عايز اشوف ايه الاحمال اللي على البلاطه؟ اي احمال في الدنيا لو اتكلمنا عن احمال، اي احمال في الدنيا هتنقسم لنوعين، بتنقسم لديد لود وبتنقسم للايف لود. طيب ناخدوا اول حاجه في الاحمال اللي هي الديد لود. اي بلاطه، اي بلاطه في الدنيا الديد لود بتاعي ايه هو؟ قلت لك الديد لود خلي بالك هما حاجتين، اول حاجه اللي هو البوم ويت، تاني حاجه اللي هو الكفر بتاعي. خلاص احنا عارفين ان الكفر في الكوبري الكباري الخرسانيه بتاعي كنا مثبتينه ثلاثه، لو الدكتور ما اداهوش المساله ثلاثه كيلو متر عن متر مربع. ايه؟ اي حاجه. ما انا ما بحبش الدفاع دي عشان كده. أريكم.
حاجه الوزنيه بتاعي ثابت 3 نيوتن على متر مربع. طيب بالنسبه للاوبويد، اي اوبويد بتاع بلاطه هي اللاما ار سي مضروبه في التي سلاب. طيب التي سلاب هنا بكام؟ اول حاجه تعالى نقول التي سلاب، كنا قلنا فرض مبدئي في اي كوبري خرساني ان انا بقول لك التي سلاب هو الاتجاه اللي بينتقل فيه الحمل الاكبر على 15. يعني ايه الكلام ده؟ يعني محدش بيقول لي انا هاخد البي على 15. هو احنا اتفقنا طول عمر الكوبري ان الاي بتتراوح من 1.5 ل 4 وان البي بتتراوح من 4 ل 6، فطول عمري وانا شغال ان البي اكبر من الاي، يبقى الشورت دايركشن هو الاي واللونج دايركشن هو البي. يعني معنى كده ان احنا عارفين طول عمر الاتجاه اللي هينتقل فيه الحمل الاكبر هو الاتجاه الشورت دايركشن، يبقى التي اس بتساوي اي على 15، يبقى طول عمر الاي على 15، محدش يعوض بالبي. طيب من هنا هنجيب التي اس هنعرضوها لاقرب 20 مللي او 50 مللي بالزياده، جبنا التي اس الفرد المبدئي بتاعنا خلصناه. دخلت بالنسبه للديد لود قلت لك اوموييت جاما ار سي في التي اس، جبنا الاوموييت بتاعي الكفر 3 مليون، قلت لك خلاص ان الجي بتاعت الديد لود بتساوي ايه؟ بتساوي جاما ار سي مضروبه في التي اس زائد الكفر. خلاص انا كده جبت حاجه اسمها جي وخلصناه. طيب بعد كده اعمل ايه في الجي دي؟ قال لي خلي بالك امبارح واحنا بنصممه كنا بنقول ان البلاطه بتاعتي كانت وان واي سلاب طبقا للاستراكشر سيستم بتاع الكوبري بتاعي، لان انا ما عنديش الا اثنين بيلنج في الاول وفي الاخر، البيلنج دي بيتنقل عليهم الحمل على طول، ما عنديش اي حاجه ثانيه. اما البلاطه دي هي من اربع الاتجاهات مرتكزه على مين جردر ومين جردر كروس جردر كروس جردر، يعني معنى كده ان انا البلاطه دي مش بتنتقل في اتجاه واحد، قد تكون تنتقل في اتجاه واحد لو الار كانت وان واي. لو تو واي يبقى انا هنا قبل ما اروح اعوض لازم اعرف نوع البلاطه هي وان واي ولا تو واي الخطوه اللي احنا عملناها قبلها. طيب الجي دي لو انا قلت لك ان البلاطه دي وان واي سلاب، يعني احنا رحنا عوضنا في الديد لود طلعت ان اكبر من او تساوي 2 فقلنا وان واي سلاب، بس احنا شغالين في مين؟ في الديد لود، محدش اتلخبط يروح يقول في اللايف لود، احنا شغالين في الديد لود، يبقى اشوف نوع البلاطه اللي يخصني من الديد لود بس، ماليش دعوه باللايف لود خالص. طيب جينا دلوقتي قلت لك انا جبت الجي خلاص، بعد ما جبت الجي هعمل ايه؟ قلت لك لو البلاطه دي كانت وان واي سلاب يبقى الحمل كله عارفينه هينتقل في الاتجاه القصير اللي هو ايه؟ طيب كلام جميل. الاتجاه القصير ده هقول لك خلاص طالما هو بينتقل في اتجاه واحد يبقى الجي كلها تنتقل في الاتجاه ده. طيب حد يعرف يجيب لي عزوم هنا؟ قال لك بسيطه، هاخد سيكشن في الاتجاه اللي بينتقل فيه الحمل، خدت سيكشن في الاتجاه اللي بينتقل فيه الحمل. لما اجي امثل الركائز بتاعتي هلاقي الركائز فيكسيشن من هنا وفيكسد من هنا. حمل موزع على كامل الشكل اللي هو جي. طيب كلام جميل. جي دي كان كيلو نيوتن على المتر مربع. طيب حد يعرف يجيب لي عزوم الشكل ده؟ العزوم بتساوي كام هنا؟ تمام، دبليو ال سكوير هنا على ال 12 وهنا دبليو ال سكوير على ال 12 وكنت بوصل بيهم خط دوتت وانزل هنا دبليو ال سكوير على 8 وانزل في التعليقه دي هتطلع دبليو ال سكوير على 24. يبقى انا خلاص الشكل ده احفظه. العزم النيجاتيف دبليو ال سكوير على ال 12، العزم البوستيف دبليو ال سكوير على ال 24. طيب دي لو كانت البلاطه وان واي سلاب بالنسبه للديد لود فقط، ماليش دعوه غير بالديد لود. طيب لو كانت البلاطه بتاعتي، لو كانت البلاطه بتاعتي تو واي سلاب كنا بنعمله ايه؟ كنا قايلين قبل كده ان احنا عندنا في طريقتين بنوزع فيها انتقال الاحمال في الاتجاه وانتقال الاحمال في الاتجاه الاخر. ايه هي الطريقه دي؟ قلنا اول حاجه في المباني العاديه كنا بنشتغل بطريقه الدود المصري، لان الاحمال عندي الديد لود قليل والاحمال عندي قليله. هنا مش هينفع نشتغل بالكود المصري، كان عندنا طريقه ثانيه اسمها طريقه جراشوف. طريقه جراشوف ده كان بيقول لك ايه؟ لو البلاطه بتاعتك طلعت ان هي تو واي سناب، معنى كده ان الحمل مش هينتقل في اتجاه واحد، لا ده الحمل هينتقل في اتجاهين. حمل اكبر هينتقل في اتجاه القصير والحمل الثاني هينتقل في الاتجاه الطويل. طيب كلام جميل، يعني انا معنى كده ان انا محتاج اجيب نسبه الحمل اللي هينتقل في الاتجاه ده ونسبه الحمل اللي هينتقل في الاتجاه التاني. طيب اول حاجه كنت بقول لك ان الاتجاه الصغير هياخد حاجه اسمها بيتا مضروبه في الجي، والاتجاه التاني هياخد حاجه اسمها الفا مضروبه برضه في الجي. طيب يبقى انا دلوقتي محتاج اعرف ايه هي الفا وايه هي بيتا. قال ان الفا طبقا لطريقه جراشوف اللي هي بتساوي ار اس 4 على 1 زائد ار اس 4، بيتا محدش يحفظ القانون التاني فوقك منه هي 1 ناقص الفا، لان احنا شغالين طول عمرنا في الكباري بطريقه جراشوف. فهنا ار اس 4 على 1 زائد ار اس 4 بيتا بتساوي 1 ناقص الفا، معنى كده ان مجموع الاثنين بيساوي كام؟ بيساوي 1، يعني معنى كده ان الحمل بالكامل انتقل للبلاطه بتاعك. طيب يبقى احنا دلوقتي لو البلاطه تو واي جبنا الفا جبنا بيتا، قلت لك خلاص
الحمل اللي هينتقل في الاتجاه القصير اللي هو في الاتجاه ايه؟ هقول لك ان انا هضرب الجي هضربه في الفا هينتقل في اتجاه الايه؟ وهضرب الجي مضروب في البيتا هينتقل في اتجاه البي. طيب كلام جميل جدا. انا دلوقتي المفروض برضو اعمل تشيك وانا شغال عشان ما اتلخبطش ان مجموع الحملين دول بيساوي كام؟ جي. لان انا عايز اقسم ده فقسمته جزء وجزء محدش يطلعه اكبر من جي. لان في اخطاء في بعض الورق ان هو بياخد جي في الفا ويضرب بي البيتا في القيمه اللي طلعه من هنا. ده غلط. الحمل بيتقسم عندي بدائره الجي اللي هي الاساسيه في المساله. جي في الفا هجيب قيمه ماليش دعوه بيها. بيتا في الجي القديمه اللي احنا جبناها من الاول خالص اللي هنا هجيب حاجه اسمها الالفا البيتا اللي في الجي. مجموع الاثنين اعمل تشيك يبقى لازم الاثنين يساوي جي في الاخر. طيب احنا كده عرفنا نوع البلاطه. طيب وعرفنا قد ايه بينتقل في اتجاه الايه وقد ايه بينتقل في الاتجاه البي. طيب جينا دلوقتي عايز اشتغل مومنت. قال لك اه المومنت مش زي هنا كده اللي انت بتقول لي انت عندك اتجاه واحد هجيب عزوم على طول. لا انا عندي هنا اتجاهين. ايه هما الاتجاهين؟ عندي اتجاه هنا هاخد كروس سكشن واشوف الحمل اللي بينتقل معايا. تمام. وعندي اتجاه هنا هاخد كروس سكشن واشوف الحمل اللي بينتقل معايا. طيب يعني انا معنى كده عندي اتجاهين. اه لو خدت بالاتجاه الطويل هلاقي الشكل بتاعي عامل كده. هلاقي ان انا عندي يبقى لازم اقسم المساله بتاعتي لشورت دايركشن ولازم اقسم المساله بتاعتي للونج دايركشن. طيب كلام جميل. الشورت دايركشن بتاعي الشكل عامل ازاي؟ لو انا خدت بالشورت دايركشن في اتجاه ايه يبقى انا هرسم الشكل هنا فيكسد فيكسد من جميع النواحي بتاعتي من هنا ومن هنا. المسافه دي خلي بالنا من اللي هي ايه؟ المسافه الصغيره اللي هي شورت دايركشن. الناحيه الثانيه نفس الكاميرا همثلها بالظبط. الفرق الوحيد اللي في اللونج دايركشن يبقى المسافه دي اسمها ايه؟ بي مش ايه. تمام؟ طيب عايز اشوف ايه الحمل اللي هنا والحمل هنا؟ قلت لك خلاص ما انا رحت ضربت الفا في الجي قلت لك ده في الشورت دايركشن يبقى انا عندي حمل موزع في القيمه هنا اسمه الفا في الجي وعندي حمل موزع هنا كده اسمه بيتا في الجي. طيب كلام جميل. يبقى انا كده قدرت استنتج قيمه الحمل اللي بينتقل والحمل اللي بينتقل هنا. يبقى انا هنا عندي عزوم في اتجاهين، عزم مره بيكون في الشورت دايركشن وعزم مره بيكون في اللونج دايركشن. في الشورت دايركشن هجيب العزم بتاعي عامل كده. يا ريت الناس في الامتحان تقسم الصفحه كده بالظبط. محدش يكتب الشورت لوحده ويكتب الصفحه يكتب اللونج. عشان لما تيجوا بعد كده تخشوا في اللايف رود هنرجعوا تاني للشورت وهنرجعوا للونج محدش يتضرب. الاثنين لما يكونوا جنب بعض واللايف رود الاثنين لما يكونوا جنب بعض هتعرف تاخد ارقام بسهوله. ليه انت عارف الشورت دايركشن ده اسمه فين واللونج دايركشن اسمه فين؟ بدل ما تلف ورقه والورقه الثانيه تلف تيجي الامتحان بقى فين الشورت طول اليوم تطلع. لا خلينا كده ماشيين ان احنا نقسمه الصفحه بالنص دي ما ياخدوش خطوات بسيطه جدا. قال لي هنا برضه قيمه العزم نفس اللي احنا لسه قايلينها ان قيمه العزم الثابت دبليو ال سكوير على ال 12 قيمه العزم الموجب دبليو ال سكوير على ال 12 العزم الموجب دبليو ال سكوير على ال 24. يبقى انا معنى كده جبت قيمه العزوم. بس خلي بالك دبليو هنا هي الفا في جي اما دبليو هنا واحنا بنشتغل هي بيتا في جي. اكيد الناس وهي شغاله عارفه ان الشورت دايركشن بينتقل فيه الحمل. فلو جيت هنا ضربت الف في جي طلعت ب 10 لازم هنا يطلع اقل من 10. ما حدش يكتب هنا اكبر من 10 لان معنى كده هو مش فاهم. فلازم الناس تاخد بالها عشان ما تتلخبطش تشوف الرقم في الشورت دايركشن لازم الحمل يطلع اكبر. ما بقولش لازم العزم يطلع اكبر لا لان البي هنا كبيره. لما اقول بي سكوير فهتختلف معايا القيم بس بقول ان قيم الحمل الموزع هنا لو 10 هنا مثلا تطلع 8 لو مجموع الجي 18. يبقى انا لو الجي فرضنا هنا اللي هي طلعت 18 هنا مثلا ماشى 10 هنا مثلا ماشى 8 مثلا حسب نوع البلاطه بتاعتي برضه. طيب يبقى انا قدرت احسب اول خطوه مهمه جدا من الديد لود احسب العزوم في الشورت دايركشن واحسب العزوم في اللونج دايركشن. في مشكله كده؟ طيب ده بالنسبه للديد لود. نركز بقى قوي عشان نخش في اللايف لود لان في كذا قصه كده لازم نعرفه. بس لازم اشرح لكم ايه اللي بيحصل في اللايف لود.
اللايف لود هنا في البلاطه احنا خلاص الديد لود جبناه مجرد بسهوله ما فيهوش اي حاجه مش هياخد مننا دلوقتي الامتحان باذن الله. طيب دلوقتي عايزين نشتغل في اللايف لود. اللايف لود قال لي عندي تو موديل. اول حاجه عندي موديل واحد. موديل واحد ده بيقول لي ان انت عندك عربيه. العربيه دي فيها اربع عجلات. الاربع عجلات دول قال لي انت مش هتاخد بقى العربيه الكبيره. لا هنا مش هاخد العربيه الكبيره وصمم عليها. هنا قال لي نتيجه ان البلاطه فيكسيشن من جميع الاتجاهات هنقلله شويه العربيه بتاعت دقه للكود. طب الكود قال لي ايه؟ الكود قال لي ان انت عندك خد عجله من العربيه الكبيره 150 وعجله ثانيه 150 من العربيه اللي هي 600. طيب وخد عجلتين من اللي هي العربيه ال 400 هنا 100 هنا 100. طيب يبقى مجموع العربيه اللي احنا هناخدها كام؟ 150 و150 300 300 و200 يبقى المجموع بتاعي 500 كيلو نيوتن. يبقى العربيه الجديده اللي انا هشتغل عليها في تصميم البلاطه من نوع جيردر بريدج هي 500 كيلو نيوتن مش العربيه القديمه اللي احنا اشتغلناها في السلاب بريدج. طيب يبقى احنا اول حاجه عرفناها. تاني حاجه بيقولني ان احنا كنا امبارح لما جينا شرحنا قلت لك ان انا عندي عربيه اللي هي 600 والعربيه الثانيه اللي هي كانت 400. قلت لك في اتجاه الحركه لو ده اتجاه الحركه المسافه بين العربيه والعربيه 1.2 سنتر لاين وسنتر لاين والمسافه عمودي على الحركه هي بتساوي 2 متر وكنا قلنا ان المسافه بين العربيه والعربيه الثانيه بتساوي 1 متر. الكود قال لك لا مش هنعمل الكلام ده. هو الكود لما خد خليه خد العجلتين دول مع العجلتين دول قال لك دي العربيه المكافاه اللي هشتغل بيها في تصميم البلاطه. طيب انا دلوقتي الكود قال لك بس المسافه دي كبيره قوي لا اضغط ال 1 متر دي إيه شويه. طب هنخلوها كام؟ قال لك خلي المسافه بدل ما هي 1 متر لا خليها نص متر بس. نص متر بس سنتر تو سنتر. يبقى تبقى للكود الكود قال لنا العربيه الستاندر اللي هناخدوها المسافه بين السنتر لاين العربيه الكبيره وسنتر لاين العربيه الاقل منها هي نص متر بس. طيب اما في اتجاه الحركه فما عنديش اي مشكله. في اتجاه الحركه نفس المسافه 1.2 يبقى نفس المسافه من سنتر تو سنتر هي بتساوي 1.2. طيب لو انا عايز اجيب مستطيل مكافئ للعربيات دي، مستطيل الحركه كام؟ احنا امبارح لو الناس تفتكر قلنا ان العربيه بتاعتنا ايه؟ العربيه بتاعتنا 0.4 في 0.4 ده الستاندر العجل، العجله ذات نفسها 0.4 في 0.4. طيب دلوقتي عايزين نجيبوا المستطيل المكافئ للعجل ده كله. اهو جينا هنا قلت لك ان انا عندي عجله وعجله والعجله اللي هنا وعجله اللي هنا. المستطيل ده كله حد يقول لي ان طوله كام؟ هنا قلنا نص سنتر تو سنتر اجمع 2 من 10 فوق و 2 من 10 تحت يبقى 0.9 والناحيه الثانيه 1.6 جت منين؟ 1.2 سنتر تو سنتر اجمع 0.2 هنا و 0.2 هنا طلعت 1.6. يبقى العربيه الاستاندر هي عباره عن 0.9 في 1.6 والحمل بتاعها 500 كيلو نيوتن كحمل كونسنتريتد لود. طيب جينا دلوقتي قلنا انا عندي عربيه وعايز العربيه دي ابتدي ان انا احمل بيها البلاطه بتاعتي واعرف قيم الاحمال بتاعتي بكام. طيب العربيه دي اهم حاجه نعرفوها برضو هفضل اكد عليها طول الحصه اللي احنا عندنا ال 1.6 دي كانت في اتجاه الحركه ولا عموديه على الحركه؟ في اتجاه الحركه. يبقى الناس تبقى عارفه ان البعد ال 1.6 ده في اتجاه الحركه والبعد العمودي عليه في اتجاه عكس اتجاه الحركه. يبقى الناس تخلي بالها ما تحفظش الابعاد وخلاص، احفظ فين البعد اللي في اتجاه الحركه وفين البعد اللي عمود على اتجاه الحركه عشان تعرف تحل لو جالك اي مساله ثانيه غير مساله اللي هو يجيب لك عربيات والكلام ده او يجيب مساله زي ما الدكتور جابها اللي هي المجرى المائي وفي غطا بتاع البنيه عليها وعايز يحل عشان الناس ما تتلخبطش زي ما اتلخبطت قبل كده. طيب يبقى انا هنا احفظ في اتجاه الحركه عمودي على اتجاه الحركه. طيب انا عايز اعمل ايه؟ عايز اخد العربيه دي الموديل بتاعنا احطه على البلاطه واصمم البلاطه. تمام مفيش مشكله. البلاطه بتاعتي اهي نفس هي البلاطه. البلاطه دي فيكسد من جميع النواحي، المسافه دي عموديه على اتجاه الحركه ايه؟ في اتجاه الحركه اللي هي اسمها بي. طيب انا الكود قال لي خد العربيه دي حطها هنا. تمام هاخد العربيه اهي اللي هي 500 احطها هنا واحملها. طيب مش مشكله. قال لي بس كده الحمل ده كونسنتريت لود. في الحقيقه الحمل ده لما يجي يوصل للبلاطه عبال ما يوصل للبلاطه مش هيكون حمل كونسنتريت لود ب 500 ده كبير جدا. طب ايه اللي حصل؟ قال لي لا انت عندك هنا لو العربيه واقفه هنا العربيه لسه بتقابل البيفمنت اللي هو الرصف بتاعي. ارتفاع الرصف ده اللي احنا كنا بنسموه كفر كنا بنقول 3 كيلومتر على متر مربع اسمه سي. طب ماشي. وتاني حاجه قال لي في سنتر لاين البلاطه واحنا في تمثيل البلاطه المسروقه سنتر تو سنتر. طيب قال لي ان الحمل بتاعك لو هنا مثلا اي حمل ايا كان
بينزل يتوزع داخل الراس هنا بنسبه 2 اوكسي ل1 اوف بي. طيب لما يجي يتوزع داخل الخرسانه المسلحه بيتوزع بنسبه 1:1، يزيد التوزيع شويه. طب انت عايز ايه من الاخر؟ انا عايز اقول لك ان الحمل مش هيوصل 500، هيوصل اقل شويه. طب اقل شويه ازاي؟ اقل شويه اللي هو عمال ما يوصل للبلاطه اللي انا بصممها كسنتر لاين، عمال ما يوصل لها هيبقى اقل شويه. طب اقلله ازاي؟ قال لي كنا بنقول زمان لو عندي حمل موزع على مساحه كذا، اشيل المساحه اللي تحت اقسم الحمل على المساحه اللي تحت، جبت الحمل الموزع خلاص. يبقى انا المطلوب استنتجه المسافه من هنا لهنا. طيب كلام جميل، بكام المسافه من هنا لهنا؟ قال لي هنا 2 راس الواحد اوف بي. يعني معنى كده لو الراس ده اسمه سي، ان البعد الصغير ده اسمه سي على 2. طيب بنفس الطريقه هناك، يبقى هنا سي على 2. لو ارتفاع البلاطه لحد سنتر لاين اسمه تي على 2، لان احنا عارفين ارتفاع سنتر لاين، يبقى من هنا لو ده بيتمثل 1:1، يبقى معنى كده ان انا عندي الجزء اللي هنا ده اسمه برضه تي على 2، لان الراس يساوي افقي، وهنا عندي تي على 2. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان المساحه الكبيره هتساوي المساحه اللي انت موزعها زائد سي على 2 من هنا وسي على 2 من هنا بقت سي، تي على 2 من هنا وتي على 2 من هنا بقت تي. يبقى ده اللي انا عايز اوصله في الاخر. الناس ما تشغلش المغرب ده، ده مجرد فهم بس، حبيت افهمه للناس عشان تفهم الموضوع ده ازاي. في الاخر انا عندي المسافه اللي انا عايز اوزعها، وانا ليه عملت مسافه؟ عشان لو جالي اي عربيه غير دي ابقى عارف فين اللي في اتجاه الحركه، فين انا عامل ليها الحركه، واعرف اجمع عليه السي والتي، وزي ما هقول دلوقتي اس 1 واس 2. طيب يبقى انا هنا لازم اجمع السي واجمع التي. طيب قال لي بس كده؟ قال لك لا، في توزيع تاني. بس تعالى الاول نعرفه ازاي بنوزعه، طريقه توزيعنا للاحمال ازاي. هي السي دي بتدل على ايه؟ الكفر. والتي سيتنس. التي سيتنس بتاع البلاطه. بتاع البلاطه ذات نفسه. احنا بناخد بلاطه سنتر لاين، البلاطه المفروض نكملها معانا هنا. بس احنا احنا مش شغل بلاطه سنتر لاين، عشان كده قلت نخلي دي على الاثنين. تمام؟ حد عايز يتكلم؟ طيب دلوقتي عايزين ناخده بقى، احنا عايزين نشوف الحمل ده في الاخر هيوصل بكام؟ هو مش هيوصل 500، لا هيوصل اقل. طب اقل دي بكام؟ مش عارف لسه، لازم نعرفه التوزيع بتاعنا هيبقى عامل ازاي. احنا امبارح واحنا بنشرحه قلنا ايه؟ قلنا ان انا عندي البلاطه بتاعتي الاريا سبيد داش، ايه فايدتها عندي في الاعتبار؟ توزع. بتعمل ايه؟ بتعمل توزيع. توزيع ريديستريبيوشن الاحمال. طيب. تمام. تمام. طيب. يبقى احنا دلوقتي عرفنا امبارح ان انا عندي الاريا ستيل داش فايدتها، اهم فايده فيها بتعمل ريديستريبيوشن الاحمال. زي ما قلنا لو عندي الواح خشب وحد مشى على الالواح دي هتتكسر لوحدها لو حد ضربها ضربه جامده، اما لو حطيت سيخ او لوح عمودي عليه كله هيشيل وبالتالي مش هتتكسر. فده اهم لازمه من لازمه الاريا ستيل داش. طيب يبقى دلوقتي هنقول ليه قلنا الكلام ده؟ لان احنا عندي حاجه اسمها برايمال ديستريبيوشن. أول توزيع لازم أعمله، التوزيع الأولي، إيه هو؟ قال لك العربية بتاعتي تاني هنقوله في اتجاه الحركة 1:6، عمودي على اتجاه الحركة 0.9. طيب، قال لك إحنا هنحطه رمز اسمه اس 1 ده في اتجاه الحركة، واس 2 عمودي على اتجاه الحركة. الناس تخلي بالها من الكلام اللي أنا بقوله، لأن ده هيفيدك قوي وهيسهل عليك وأنت بتحل. احفظوا في اتجاه الحركة وعمودي على اتجاه الحركة، لأن لو جاء أي عربية غير دي هتعرف تشتغل لو حفظتوا اللي أنا بقوله. طيب، يبقى أنا عندي اس 1 ده في اتجاه الحركة. في اتجاه الحركة إيه البعد الموازي في اتجاه الحركة؟ 1:6. يبقى إحنا قلنا أول توزيعة هتقول لي الرقم الموازي للاس بتاعتك زائد السي زائد التي. طيب، تاني توزيع هو الرقم الموازي لاتجاه الاس 2 العمودي على الحركة زائد السي زائد التي. كلام جميل جدا. طيب واحده واحده بقى، جاب لي العربيه دي انا عارفها خلاص، عارف مين في اتجاه الحركه ومين عكس اتجاه الحركه. جاب لي عربيه ثانيه انا برضه هحدد مين في اتجاه الحركه طبقا اللي هو وضع العربيه ليا ومين عمودي على الحركه. ما احفظش ده ستاندرد، لا انا حافظ ده 1:6 استنتجناهم من شكل العجل وابعاد العجل ومسافه العجل. جالي اي مسافه ثانيه اتعامل بيها اي حاجه، انا حطيت لك هنا مجهول، ما رضيتش احط 1:6 ستاندرد، لا هي اي رقم في اتجاه الحركه. والناحيه الثانيه اي رقم عمودي على اتجاه الحركه. طيب يبقى احنا هنا هنا في مسالتنا دي اللي احنا بنشرحها عليها 1:6 وهنا 0.9. طيب جبت حاجه اسمها اس 1، جبت حاجه اسمها اس 2،
خلاص الراجل قال لي اول حاجه انت عملت التوزيع الاولي معانا في الاعتبار. طيب بس كده؟ قال لك لا، ده انت لسه قايل ان لازمه الاريا ستيل داش اللي هي بتعمل اعاده توزيع للاحمال من اول وجديد. طب انا لازم اخدها هنا. ما الحمل عبال ما يروح للحديد بتاعي هيكون برضو اتوزع بنسخه ثانيه. طيب اعمل ايه؟ قال لك في حاجه اسمها فاينل ديستريبيوشن. ايه الكلام ده؟ قال لك الفاينل ديستريبيوشن اللي انا عندي هي مش اس 1 واس 2، لا هتزيد شويه. طب هتزيد قد ايه؟ قال لي ان اس 1 فاينل هتساوي اس 1 اللي انت لسه جايبها من فوق. تمام؟ زائد ايه بقى؟ قال لك لا دي بتعتمد حسب نوع البلاطه بتاعتي ايه؟ ازاي الكلام ده؟ قال لي لو البلاطه بتاعتك هنا الفاينل ديستريبيوشن، لو البلاطه بتاعتك كانت 1 واي سلاب فنسبه الاريا ستيل داش على الاريا ستيل في البي داش. الكلام ده ازاي؟ يبقى البلاطه بتاعتي هنا لو جينا قلنا ان احنا عندي البلاطه 1 واي سلاب فيبقى هي اس 1 زائد الشويه الصغيرين نسبه الاريا ستيل داش على الاريا ستيل في حاجه اسمها البي داش. طب ايه الكلام ده؟ احنا امبارح ثبتنا مع بعض ان الاريا ستيل داش بكام؟ 2 من 10 لو قلنا بتتراوح من 2 من 10 ل 67%، بس احنا قلنا هناخدها ستاندرد نص. تمام؟ يبقى احنا لو قلنا هنا المسافه دي نص اريا ستيل. تمام؟ وعلى اريا ستيل في الاي داش، يبقى انا هنا قدرت ان انا استنتج قيمه الاس 1 فاينل. طيب اس 1 فاينل دي ايه هي الاي داش دي؟ الاي داش هي مساحه التعليقه بتاعت العزم، المسافه من تعليق العزم لتعليق العزم، ازاي؟ العزم بتاعي فيكسد فيكسد وهنا قيمه نيجاتيف وهنا نيجاتيف، المسافه من نقطه الانقلاب لنقطه الانقلاب هي دي اسمها الاي داش. هي المسافه اللي بيحصل عندها تغير المومنت من الموجب للسالب او من السالب لنقطه الانقلاب. طيب يبقى جينا دلوقتي احنا عرفنا الاي داش بتساوي كام في حالتنا دي فيكسد فيكسد؟ 67% من الاي اللي احنا كان عندنا الاساسيه. يبقى انا هنا اس 1 بلس اريا ستيل داش على اريا ستيل في الاي داش، الاي داش بتساوي 76% من الاي. طيب دي لو كانت البلاطه بتاعتي 1 واي سلاب. طيب قال لك خلي بالك في حاجه ثانيه، ايه هي؟ قال لي خلي بالك ان اوعى الاس 1 فاينل دي هتعمل معاك، بس احنا عندنا البلاطه ليها حدود. البلاطه الحدود بتاعتها هي ايه؟ في البي. طب لو انا جيت قلت لك ان المسافه دي زادت عن اي او زادت عن بي، اول حاجه احنا قلنا اس 1 فين؟ في اتجاه الحركه ولا عمود على اتجاه الحركه؟ اتجاه الحركه. يبقى انا فين الاتجاه الحركه؟ بي ولا الاي؟ البي. ينفع اس 1 تزيد عن البي؟ هي عامله ايه؟ هي دخلت في البلاطه المجاوره ليا، انا كده مش وصلت البلاطه بتاعتي. لا، يبقى اس 1 برضو لازم لا تزيد عن البي. طب انا قلت لك ليه البي؟ قلت لك لان انت بتقول اس 1 في اتجاه الحركه. مين عندنا في اتجاه الحركه؟ بي. يبقى انا قلت لك لا تزيد عن بي. الناس لو فهمت الموضوع في اتجاه وعكس مش هتحتاج تحفظ. هتبص على الرسمه هتستنتج على طول مين في اتجاه ومين عكس اتجاه. طيب يبقى قلنا دلوقتي لا تزيد عن بي. طب قال لك شرط تاني اللي هي ما تزيدش عن اس 1 زائد 2 متر. ماشي، الشرط ده طبقا للكود مش هيتاثر معاك خالص المساله. مش هيجي معاك المساله خالص ولا هيتاثر معاك. طيب يبقى احنا قلنا اس 1 اول حاله بتاعتنا 1 واي سلاب. لو انا عايز اس 1 فاينل هي اس 1 احنا جايبينها من برايدن ديستريبيوشن زائد اريا ستيل داش على اريا ستيل في الاي داش، الاي داش قلنا 76% من الاي، لا تزيد عن البي، لا تزيد عن اس 1 بلس 2 متر. تمام، انا كده قدرت استنتج اس 1 فاينل، بس ده بالنسبه لل 1 واي سلاب. طيب طب قول لي بالرغم بقى ان احنا يبقى احنا كده هنكتبه من قوسين، اول حاجه هنقوله 1 واي سلاب. طيب خلاص، طب عايزين اس 2 فاينل؟ قال لك لا، اس 2 فاينل ما بتاثرش معايا في ال 1 واي سلاب. يعني ايه؟ يعني ما بتزيدش، هي اس 2 خلاص. يبقى طبقا للكود عندي حاجه اسمها فاينل ديستريبيوشن، لو البلاطه بتاعتي 1 واي سلاب يبقى هتزيد في اتجاه واحد. ايه هو الاتجاه الواحد؟ هو اتجاه الحركه. يبقى انا هنا هجيب المسافه دي سميتها اس 1، وانا عارف ان اس 1 في البرايمري ديستريبيوشن هي اس 2 في الفاينل ديستريبيوشن. اما الاس في الاتجاه الثانيه هي دي بس اللي بتزيد. في الاول كانت اس 1 في البرايمري ديستريبيوشن، نتيجه ان البلاطه 1 واي هتبقى اس 1 فاينل اكبر شويه. يبقى في الاول كانت اس 1، لا في التوزيع الثاني في الفاينل ديستريبيوشن بقت اس 1 المسافه دي زي الشويه اللي زادتهم اللي هي نسبه اريا ستيل داش على اريا ستيل في الاي داش. الناس فاهمه الخطوه دي كويس جدا؟ تمام؟ يبقى انا هنا الفاينل ديستريبيوشن بالنسبه لل 1 واي سلاب هو ده الشكل بتاعنا اللي لازم نفهموه ولازم نشتغل عليه القانونين دول. طيب كده احنا خدنا بالنسبه للفاينل ديستريبيوشن. طب عايزين ناخدوا حاجه اسمها لو البلاطه بتاعتي بقت 2 واي سلاب.
يبقى انا لازم اركز في الامتحان اهم حاجه البلاطه بتاعتي. وان واي ولا تو واي؟ وان واي ولا تو واي بالنسبه للحاجه اللي بدرسها؟ بدرس ديد لود يبقى اروح للديد لود بس، بدرس لايف لود يبقى اروح لللايف لود بس. طيب تاني حاجه عايزين نفس الكلام الفاينل ديستريبيوشن بالنسبه للتو واي ستاب. يعني معنى كلامي ان البرايمري ديستريبيوشن ما بيفرقش نوع البلاطه، هو البعد الموزع للسي زائد التي ما بيفرقش خالص عندي نوعيه البلاطه دي ايه. تمام؟ طيب الفاينل ديستريبيوشن هو اللي بيفرق نوع البلاطه. لو كانت 1 واي عملناها، لو كانت 2 واي بقى يساوي كام؟ لو كانت 2 واي قال لي ان اس 1 فاينل هي برضه بتساوي اس 1 زائد شويه صغيرين. ايه هم الشويه صغيرين؟ قال لك لا، هي 0.4 في الاي داش مضروب 2 ناقص اي داش على بي داش. تمام؟ يبقى الراجل قال لك لو انا فاينل ديستريبيوشن البلاطه بتاعتي 2 واي سلاب اس 1 فاينل بتساوي اس 1 اللي هي من برايمري ديستريبيوشن زائد 0.4 في الاي داش في 2 ماينس اي داش على بي داش. طيب كلام جميل. طب اس 2 هتفضل زي ما هي؟ قال لك لا، في ال 2 واي اس 2 بتزيد هي كمان، يبقى اس 2 فاينل في ال 2 واي بتساوي اس 1 زائد اول رقم من اللي انت لسه كاتبه زائد 0.4 من الاي داش بس. يبقى تاني فاينل ديستريبيوشن قول لي نوع البلاطه هي ايه؟ لو 1 واي هنعوض في القوانين دي، لو 2 واي يبقى هخش هنا اقول لك اس 1 بلس 0.4 تاني، لو 1 واي هتزيد في اتجاه واحد، من الاتجاه التاني ثابت. اهم اتجاه ثابت اتجاه العمودي على حد العربيات. اهم اتجاه بيزيد الاتجاه الموازي لحد العربيات. فاينل ديستريبيوشن اس 1 فاينل واس 2 الاثنين بيزيدوا. دي بتزيد بنسبه 0.4 في الاي داش في 2 ناقص اي داش على بي داش، ودي بتزيد اس 1 اس 2 سوري زائد 0.4 في الاي داش. يبقى هنا الناس صحصح معايا عشان الناس صحصح خالص انا كده لسه واحد. تمام؟ فاس 2 فاينل هي اس 2 بلس 0.4 اي داش. اتفهم الفاينل ديستريبيوشن؟ تمام. نخش بعد كده الاي داش. ايه؟ البي داش زي الاي داش. هنا الاي داش على البي داش. البي داش بتجيبها منين؟ الايه؟ البي داش بتجيبها نفس الكلام. بي داش طالما بقى تكسب 96% نفس الكلام بالظبط. تمام؟ طبعا لو البلاطه بتاعتي مش فيكسد ولا اي بلاطه ثانيه هعوض بالثلاث معادلات بتوعها. ام اي 1 لو كانت انجل، 87 لو كانت من مستمره من طرف والطرف الثاني لا، ب 76 لو كانت مستمره من جهه. تمام؟ طيب كده احنا عرفنا الفاينل ديستريبيوشن وجبنا الاحمال. اكننا بالخطوه دي بعد كل الهاي ده اكننا وصلنا بالظبط للجي بتاعت الديد لود. يعني الجي بتاعت اللي احنا وصلنا لها في الدقيقه احنا لازم نعمله كل ده، انا كده جهزت الاحمال بتاعت اللايف لود. طيب الحمل بقى وازاي نجيب الاسترنج اكشن بتاعي. جينا دلوقتي وصلنا خلاص لاخر حاجه احنا قلنا البلاطه بتاعتنا ايه؟ البلاطه دي تكسر من جميع النواحي. تمام؟ عايزين نشوفوا اخر توزيعه وصلنا لها ايه؟ انا دلوقتي قلت لك وليكن دي كانت اخر توزيعه البلاطه بتاعتي، خلي بالك عمر ما البلاطه بتاعتي في حاجه برضه لازم نلوها، احنا قلنا اس 2 فين؟ عمودي على اتجاه حرب صح؟ يبقى لازم تقول لي ان هي ما تزيدش عن ايه؟ اشمعنى ايه؟ لان ايه هي العمودية على اتجاه الحرب؟ لان لو زادت عن ايه؟ هي دخلت في البلاطه الثانيه ودخلت في البلاطه الثانيه، وده ما ينفعش اعمله. طيب جينا دلوقتي قلت لك خلاص انا وصلت ان اس 1 في اتجاه الحركه فاينل وصلت لها بكام؟ ايا كان نوع البلاطه، وصلت لحاجه اسمها اس 2 فاينل ايا كان نوع البلاطه برضه اللي هي عموديه على اتجاه الحركه. وطول عمر ان اس 2 اللي عموديه في اتجاه ايه؟ وطول عمر اس 1 الموازيه للحركه في اتجاه مين؟ طيب كلام جميل جدا. جينا دلوقتي عايزين نقول ايه بقى؟ عايز اقول لك ان انا عندي حمل كان كونسنتريت لوب بس عايز اوزعه على مساحه، اعمل ايه؟ خلاص الحمل الموزع بيساوي حمل كان كونسنتريت لود 500 اقسمه على المساحه الموزع عليه. فاينل على اس 1 فاينل في اس 2 فاينل خلاص. مش ده كان كيلو نيوتن؟ قال لك اه انا عايزه، لا عايزه كيلو نيوتن على المتر المربع. يعني اضرب تحت في مساحه، مساحه ايه؟ مساحه التوزيع اس 1 اس 2 اس 1 فاينل اس 2 فاينل، محدش يروح ياخد اس 1 واس 2 برايمري ديستريبيوشن، لا اس 1 فاينل واس 2 فاينل، المساحه الاخيره اللي انا هشتغل عليها. يبقى انا كده قدرت 300 حمل، الحمل طبعا اقل بكتير من 500 عشان كده تكون عمل تخفيض.
طيب انا عندي حلم موزع على مساحه اهو. الجي في الديد لود كانت سهله. ليه سهله؟ لان بيقول لك ان الحمل متوزع على كامل البلاطه، فده اللي بيقول بسهوله عند 12 وخلاص. الحمل هنا اختلف. اختلف ازاي؟ ان انا الحمل مش على كامل البلاطه، ده في اجزاء ما عليهاش احمال وفي اجزاء ما عليهاش احمال. طب ايه المشكله؟ ما فيش مشكله باذن الله. طيب هنيجي دلوقتي بنفس الكلام، لو البلاطه بتاعتي كانت وان واي يبقى الحمل هيروح فين؟ في الشورت دايركشن. خلاص هل محتاج اوزع؟ مش محتاج اوزع. طب لو كانت تو واي محتاج اعرف كل اللي احنا انا عايزه فين؟ طيب هنفرضوا ان البلاطه بتاعتنا لو كانت وان واي خلاص هاخد سيكشن في الاتجاه ده وارسم الشكل وان واي، يبقى انا عندي الحمل الموزع مش على كامل الشكل. فيكسد هنا من فيكسد هنا الحمل على طول معين اسمه بي، البي اللي احنا لسه جايبينها هي دي. طيب ده لو كانت البلاطه وان واي سلاب. طيب الشويه دولار كام والشويه دولار كام؟ قال لي انت مش عندك بتقول شورت دايركشن، يبقى المسافه دي اسمها ايه؟ صح؟ المسافه دي مين؟ انا بقول لك ايه؟ يبقى اس 2 فاينل. تمام؟ ايه؟ تمام؟ المسافه اسمها ايه؟ يبقى اس 2 فاينل. اس 2 فاينل الاتجاه اللي انا موازي الاتجاه ايه؟ يبقى المسافه اللي موزع عليها الحلم اسمها اس 2 فاينل. طيب الكلام ده مين؟ هقول ده ناقص ده على الاثنين، جبت الحته الصغيره دي وجبت الحته الصغيره دي بكام؟ طيب انا الشكل ده اعرف استنتجه واظنه بسرعه؟ هل الشكل ده اقدر اجيب عزوم؟ هو شكل ده الديترمنت ستراكشر ولا الديترمنت ستراكشر؟ ايه الديترمنت ستراكشر؟ استنتاج العزوم ايه؟ مش هعرفه كده قوانين حفظ وخلاص. طب ايه الحل؟ قبل ما نقول الحل هناخده برضه لو كانت البلاطه تو بي سلاب، بعد كده اقول الحل ايه؟ على طول سهله ما تقلقوش مش اي حاجه خالص. طيب لو كانت البلاطه تو بي سلاب فالحمل شويه هنتاخده في اتجاه ايه وشويه هنتاخده في اتجاه ايه؟ اجيبه ازاي؟ بس اقول جراشف؟ لا جراشف شرط جراشف ان الحمل موزع على كامل البلاطه. هل ده موزع على كامل البلاطه؟ ما ينفعش استخدم جراشف. طب ايه؟ قال لك خلاص سهله بالنسبه والتناسب. يعني ايه بالنسبه والتناسب؟ يعني بيقول لك لو عايز الحمل اللي هينتقل في الاتجاه ايه هو ده اتجاه ايه؟ الشورت ولا اللونج؟ ايه؟ انا دلوقتي قلنا جبنا الحمل موزع كيلو متر على متر مربع، تمام؟ الحمل ده عايز اجيب شكل، عايز اجيب ستريمنج اكشن، عايز اجيب مومنت من الاخر. المومنت ده قال لي في عندي نوعين، لو كانت الحمل ده وان واي سلاب كله هينتقل في الاتجاه الشورت دايركشن. حلو؟ طب لو كانت تو واي سلاب جزء منه هينتقل في الاي وجزء منه هينتقل في البي، احنا عايزين بقى قد ايه هيروح للاي وقد ايه هيروح للبي. في الديد لود بنقول طريق جراشف الفا في الجي هيروح في اتجاه الاي، بيتا في الجي هيروح في اتجاه البي. هنا لا ما اقدرش اعمل كده لان قيمه التاثير طبقا لجراشف قال لك لازم الحمل يكون موزع على كامل الشكل. طيب يبقى هعمل ايه؟ قال لك ايه؟ اللي في اتجاه الشورت دايركشن ده اكبر ولا اقل؟ احنا عارفين في اتجاه الشورت هينتقل الحمل اكبر ولا اقل؟ اكبر. يبقى هنا هقول لك بنسبه وتناسب. يعني ايه؟ قال لك خد البي اللي انت لسه جايبها دي بس ضربها في نسبه. ايه النسبه دي؟ قال لك نسبه الاي هينتقل الاكبر. طب هي البي اكبر ولا الاي اكبر؟ في القيمه البي اضرب في القيمه الكبيره على مجموع القيمتين. فاهم الكلام ده؟ قال لي ايه؟ قال لك لو انت عايز في اتجاه الشورت دايركشن يعني ده هينتقل في الاتجاه الاكبر، تضرب في البعد الاكبر على مجموع البعدين في قيمه الحمل اللي انت لسه جايبه. تمام؟ طب لو عايز في اتجاه البي انا ممكن اخلص دماغي اعمل ايه؟ اقول لك البي ناقص قيمه الحمل اللي هي كبيره لان الاثنين نسبه وتناسب. طيب لو عايزينها بالقانون اقول لك البي في هو اللي بينتقل في اللونج دايركشن اقل ولا اكبر؟ اقل، يبقى ياخد المسافه الاقل على مجموع المسافتين. اتفهم تحديد كويس؟ تاني لو قلنا في اتجاه الاي هضرب في اتجاه البعيد اللي هو الكبير، لو قلنا في اتجاه البي هضرب في الاتجاه الصغير عشان الحمل عالي. معنى كده الناس وهي بتحل في اتجاه الاي القيمه بتاعتها هتكون اكبر، في اتجاه البي القيمه بتاعتها هتكون اقل. من هنا جبت نسبه الحمل اللي بينتقل ونسبه الحمل اللي ينتقل. قلنا لو كانت البلاطه وان واي فالعمليه سهله، هاخد سيكشن في اتجاه واحد والقطاع الثاني ملوش لازمه. لو كانت تو واي هقسم الصفحه بالنص، هقول لك لا ده انا عندي شورت دايركشن وعندي لونج دايركشن. طيب الشورت دايركشن قلنا الحمل اللي هينتقل في اتجاه البي لو سميناه مثلا اسمه بي واحد،
والحمل هتقف في اتجاه الاي هسميه بيت مين. طيب اخد كروس سيكشن هنا نفس الكلام، فيكسل هنا فيكسل هنا، كتله الحمل موزعه المسافه دي والمسافه دي. المسافه دي ايه؟ المسافه دي كام؟ اس اس 2 5. طيب في اللونج دايركشن نفس الشكل والمسافه دي كده، المسافه دي كام؟ اس 1 فاينل، يبقى كل هنا على طول بي. طيب تمام، يبقى انا هنا قدرت احدد العزوم. هنا اللي هو في اتجاه الدايركشن الحمل الاكبر، في اتجاه اللونج دايركشن الحمل الاقل، اللي هو بيت مين؟ جهزت الاحمال بتاعتي. عايز بقى ازاي الشكل ده استنتج له البيلدينج مومنت دايجرام او شكل المومنت عندي الفيكسد اند مومنت. واحده واحده كده نستنفذها نستنتج له الشكل، ما فيهاش حاجه بس نستنفذ ايه؟ دي زي ما خدنا في الاستراكشر الاول ان انا عندي فيكسد وعندي حمل مش على كامل الشكل بتاعي. قلنا نخش بقى ان انا سيجمنت ايكويشن وانت ديستريبيوشن وكلام ده، لا مش عايزين الكلام ده. هتعمل ايه؟ قال لك اول خطوه حول الشكل ده لتيرمال استراكشر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني خليه محدد سيمبل، بدل الركائز ما فيكسد اللي مضايقاك لا خليها سيمبل اهي تمام. ونفس الحمل اللي فوق على نفس المساحه حطه في نفس الحمل اللي تحت على نفس المساحه. تمام؟ أول خطوة. حد يعرف يستنتج القمر سين بي من الرياكشنات بتاعتها؟ مفيهاش حاجة. هركز قيمة الحمل اللي هنا. هقول إن قيمة البي هضربه في المسافة اللي تحتيه اللي هي أي اس سواء اس واحد أو اس اثنين، جبت قيمة التركيز ده. أقسم على الاثنين جبت ار واحد، جبت ار اثنين. جبنا الرياكشنات. قمر سين بي تعرف تجيب لي المومنت عليها كام؟ المومنت اللي عليها هقف هنا في بداية الحمل الموزع قوة في المسافة بتاعتها، جبتوا جميل على حسب شكله عامل كده. طيب هقف في الناحية التانية نتيجة التماثل بنفس قيمة العزم. عندي حمل موزع هوصل دوتت وانزل دبليو ال سكوير على الثمانية، يبقى القيمة دي دبليو ال سكوير على الثمانية، والقيمة دي اللي هي اللي فوق من هنا بقيمة ايه؟ قيمة رد فعل الرياكشن ار واحد في المسافة اللي هي السبيسنج المسافه دي كلها ناقص المسافه دي على الاثنين اجيب الحته الصغيره. يبقى انا هنا قدرت استنتج قيمه العزم ان، طب قيمه العزم عند البيت كام؟ قال لي زيرو، لان انت خلاص حولتها لمحدده سابقه. طيب بالمره واحنا على الرسم كده قال لي ايه؟ قال لي تعالى اجمعها القيمه دي كلها على بعضها وسمها لي حاجه اسمها ام نوت. ايه ام نوت ده يا عم الحاج؟ قال لي ام نوت هي دبليو ال سكوير على 8 زائد الار اللي انت جبتها في السبيسنج بتاعتي ايا كانت السبيسنج بتساوي كام؟ جبت حاجه اسمها ايه نوت من على نفس الرسم. طيب الراجل قال لي انت كده حليت المشكله يعني؟ ما انا ما عملتش حاجه، انا حولتها سيمبل قلت العزم. هو ايه الفرق بين سيمبل وفيكسد؟ ان انا بدل ما العزوم هنا بزيرو في قيمه عزوم هنا. لو عرفت قيمه العزوم اللي هنا هقدر اخد الشكل ده ارتبه على الشكل ده وشكرا خلاص. طيب بعد كده عامل ايه؟ قال لي لا، انت عشان تجيب الام فيكسد لازم تجيب حاجه اسمها مساحه العزم، مساحه البيلدينج مومنت. ايه هي المساحه يعني ايه؟ يعني انا بقول لك ان انا عندي هنا مثلث وهنا مثلث ماشي، وهنا عندي مستطيل وهنا عندي بارابوليك. طيب يا معنى كده ان انا عايز اجيب مساحه المثلث الواحد واضربه في اثنين زائد مساحه المستطيل الطول في الارتفاع زائد مساحه البارابوليك طولتين قاعده الارتفاع. في مشكله في حد يجيب مساحه؟ طيب انا كده قدرت استنتج مساحه المومنت. طب برضه ما وصلناش للام فيكسد. لا، قال لي بقى ان الام فيكسد بيساوي مساحه العزم اللي انت لسه جايبها بس اقسمها على طول القمر الكليه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المسافه من هنا لهنا الكليه ماليش دعوه بالتوزيع. يبقى انا بقول لك على المساحه، المساحه دي قد تكون ايه؟ لو انا بدرس في اتجاه ايه؟ او قد تكون بي لو انا بدرس اتجاه بي. يبقى خلي بالنا من الكلام ده، ام فيكسد هات مساحه العزم اللي شغال بيه. لو المساله تو واي شورت دايركشن وهيم دايركشن يبقى بره هجيب العزم في الشورت دايركشن لوحده بالقيم بتاعته واروح اجيب له ام فيكسد على القيمه الايه؟ الموازيه للقمر الكليه. والاتجاه الثاني هعمل نفس الموضوع، اجيب لي اكشنات جديده وارسم بيلدينج مومنت جديد واجيب مساحه جديده واقسم على البعد الثاني اللي هو بعد القمر المدروس عنه.
ايه؟ الار واحد في المستطيل ده ايه المستطيل ده؟ ده بيدل على ده السهم اللي طالع من المستطيل ده مكتوب ار واحد في المربع. انا دلوقتي جيت رسمت قلت لك انا عندي هنا رقم اسمبل وعايز اخد عمودي حمل موزع، عايز اجيب العزمه عند النقطه دي. قلت لك خلاص العزمه عند النقطه دي بيساوي القوه في المسافه اللي هو التعليقه دي ذات نفسها. وقلت لك هنا نفس الكلام، نتيجه ان الحمل بتاعي متماثل فالقيمه دي هي اقوى واحد في المسافه بس. طيب الدبليو بقى، الدبليو هي اللي هي البي اللي هي البي اللي هي الدبليو دي قيمه الحمل الموزع بس. تمام؟ طيب يبقى احنا كده فهمنا ازاي يكون عندي شكل اجيب منه الام فيكسد ومن الام كارب. الام فيكسد انا جبت الام فيكسد، هل المهم